السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. يا رب تكونوا دايما بخير. دي الحلقة السابعة لنا من حلقات دورة تعلم الخط الديواني أو أساسيات الخط الديواني للمبتدئين والمحترفين معا. حرف الجيم. حرف الجيم يا جماعة من الحروف هتجيلك في الجملة، يعني هتجيلك في الجملة اللي بتكتبها، هتكون موجودة معك في الجملة. فلازم ان احنا نتعلم ازاي نكتب حرف الجيم بطريقة صحيحة. حرف الجيم بيجي مع كل الحروف. بيجي مثلا مع حرف الالف، هنكتبه بحرف الالف. مثلا مع حرف الالف بيجي ازاي؟ بيجي كده، بنطلع من هنا كده لفوق وبنلف دوران وبنمشي الاتجاه بتاعنا اللي احنا قلنا عليه قبل كده، تمام. ومن هنا كده بنبدا نمشي نعيد على الجزء ده ونلف دوران بسيط خالص عشان نلمس السطر. اول ما نلمس السطر نمشي نقطه ونبدا ان احنا نعمل صعود للاعلى ولكن باتجاه اليسار. نعمل صعود للاعلى. شايفين الجزء ده اللي فيه الكسره ده؟ هو اللي عنده ايه؟ كامل الصعود. هو اللي عنده كامل الصعود. يبقى لما نيجي نبص هنا كده لحرف الجيم مع الالف، مهم جدا، مهم جدا حرف الجيم مع الالف ده يا جماعه. من هنا كده نقطه ونص اللي اتفقنا عليها قبل كده، ومن هنا كده نقطه ونص خروج لبره. الجزء ده من هنا لهنا يقدر برضو بنقطه ونص. مشينا احنا بمقدار نقطة وطلعنا فوق بمقدار 3 نقاط مع اتجاه لليسار قليلا بمقدار نص نقطة. محدش يطلع عدل، محدش يطلع عدل. من هنا الجزء ده من هنا لهنا عبارة عن 3 ايه؟ حلو، 3 نقاط. تعالوا الحرف اللي بعد كده، حرف الجيم مع الباء. حرف الجيم مع الباء مش هنكتب من هنا كده، مش هنيجي من هنا، لازم نعمل مسافة لنفسنا كده وبراح لنفسنا علشان نكتب منين؟ أحسنت، من فوق. أهو هعمل الجزء بتاعي أهو من هنا كده، تمام، وبمشي نفس ده بالظبط. ومن هنا بعمل الجزء ده كده أهو وبطلع لفوق. مشيت أنا هنا قد إيه؟ نص نقطة أو نقطة، تمام. من هنا كده بتعمل إيه بقى؟ بتعمل دوران أهو. حرف الباء العادي اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ ابو 4 نقاط، ابو 4 نقاط. من هنا كده لمسنا السطر، نبدا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل صعود لاعلى ونلف دوران اهو. ده حرف ايه؟ حرف الجيم مع حرف الباء. تعالى ركز لي بقى هنا كده على حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي هي درجة الميل بتاعة الحرف. شايفين درجة الميل من هنا ودرجة الميل ايه؟ من هنا. درجة الميل من هنا ومن هنا ايه؟ واحدة. درجة الميل واحدة. لو جينا نبص هنا هنلاقينا نزلنا قد ايه؟ تقريبا كده نقطتين، تقريبا نقطتين. مشينا من هنا لهنا قد ايه؟ نفس الكلام هنا، 1.5. ونفس الكلام من هنا، 1.5 اهو. النقطة دي يا جماعة، النقطة اللي احنا بنحطها ديتي اللي هي بتوري لك الحرف بتاعك عبارة عن انك بتمشي كام نقطة، او هي وحدة قياس الحرف. كم نقطة من الداخل يا استاذ محمد؟ كم نقطة؟ 1، 2، 3، 4 نقاط من الداخل. 4 نقاط من الداخل. تعالوا نكتب حرف الجيم مع الجيم. حرف الجيم مع الباء له اشكال تانية. تعالوا نكتب الشكل ايه؟ التاني. اهو من هنا كده، وعملنا ده كله اهو، سهل اهو، مش هنرجع نعيده تاني. من هنا كده طلعنا صعود بسيط اهو، وعملنا اهو، مشينا 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 مشينا. ده حرف الباء اللي هو المفرد اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده في الدورة. لو ما شفتوش قبل كده او جديد عليك، ارجع لي الدورة رقم 1 او الدرس رقم 1. مشينا كم نقطة من هنا لهنا؟ من هنا لهنا مشينا تقريبا كده يا جماعه
سبع نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أو سبع نقاط. تمام؟ تمام. من هنا لهنا كم نقطة؟ ست نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست نقاط. هنيجي عند النقطة السادسة ونعمل ايه؟ نلف ايدينا وندور ايدينا كده ونعمل ايه؟ الجزء ده كده. اهو. واضح يا جماعة؟ واضح. من هنا لهنا لو جينا نبص لو خدنا خط كده هنلاقي من هنا لهنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقطة. عبارة عن نقطة. تعالوا معانا للحرف اللي بعد كده وهو حرف الجيم مع الجيم. حرف الجيم ما بيجيش بالشكل ده، ما ينفعش نجيبه بالشكل ده. ليه؟ لان الشكل اللي هو ده اللي قدام حضراتكم ده اللي هو ده الشكل ده بيجي مع الصواعد فقط، مع الحروف الصاعده. يعني الجيم مع الالف صاعد، الجيم مع الباء، الجزء ده يعتبر انت بتصعد لفوق. انما لو هتنزل لتحت ما ينفعش تجيب الشكل ده، يبقى تجيبه بالشكل ايه؟ الشكل الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ده. بنيجي من هنا كده اهو وبنلف دوران وبننزل، بنمشي بمقدار هنا واحد اتنين نقطتين. شايفين الجزء ده يا جماعة درجة الميل بتاعته عاملة ازاي؟ من هنا كده جينا للجزء ده يا جماعة، جينا للجزء ده، يبقى نبدأ نعمل ايه؟ نصدر القلم بتاعنا اهو، وهنمشي برضو النقطتين دول هنرجعهم تاني. ومن هنا كده نعمل دوران. هو المفترض ان احنا بنكتب بقلم اقل من كده، ولكن انا بكتب بالقلم الكبير ده علشان ايه؟ المفاصل بتاعه الحروف تكون باينه قدام حضرتك كمتعلم، ان كنت مبتدئ او في حاله احتراف اهو. من هنا لهنا كده لو جينا نشد خط كده هنلاقي هنا فراغ اهو، نص نقطه تقريبا، ومن هنا لهنا تقريبا نص ايه؟ نص نقطه. الجزء ده يطول كده علشان لو جينا شدنا خط كده هنلاقي هنا ايه؟ مقدار نقطة ونص. مقدار نقطة ونص. من هنا لهنا كده هنعمل مقدار نقطة ونص، وكذلك من هنا لهنا نقطة وإيه؟ ونص. تعالوا معانا للحرف معذرة. الحرف اللي بعد كده حرف إيه؟ الجيم مع هنطلع فوق بس شويه كده. حرف الجيم مع الدال. الجيم مع الدال بتيجي ازاي؟ السطر بتاعنا مثلا وليكن هذا السطر. تمام؟ هتيجي ازاي حرف الجيم مع الدال؟ هنيجي من فوق شويه كده، لكننا بنعمل حرف الجيم مع الباء، وبنعمل حرف جيم عاديه اهيت اللي هي زي ديتي. وقلنا ايه؟ في حاله ايه؟ صعود. احنا صعدنا اهو اكننا نعمل حرف الباء مع ايه؟ مع الجيم مع الباء. من هنا كده عملنا جسم حرف ايه؟ انا سامع حد بيقول جسم حرف الراء. حلو جدا اهو. من هنا كده نحط النقطة بتاعتنا إذا كانت جيم. إحنا طبعا الشرح بتاعنا على الجيم والخاء والحاء. الجيم والخاء والحاء، وبرضه هنا لو قلنا إيه؟ حرف الذال. الموضوع هيكون إيه؟ هيكون سهل. من هنا لهنا كام نقطة؟ نقطة ونص. وهنا نفس شرح إيه؟ اللي فوق. طيب تعالوا الحرف الجيم مع الراء. جيم وراء. الراء نزول أو هتنزل. هتنزل بالقلم بتاعك لتحت مش هتطلع لفوق، يبقى ناخد ايه؟ يبقى ناخد الشكل بتاع الجيم مع الحاء، او جيم مع الخاء، او جيم مع الجيم. يبقى هنعملها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ اهو القلم بتاعنا بنصدره هنا كده وبنعمل حرف الجيم اكننا نعمل حرف جيم مع حاء، ومن هنا كده بنمشي بمقدار نقطة ونص الخارج، نقطة ونص هنا كده، وبعد كده بنعمل الجسم بتاع حرف ايه؟ الدال او الراء. اهو.
لو لاحظتوا يا جماعه، انا اي قلم بكتب بيه، اي قلم بيجي قدامي قبل ما اصور الفيديو، انا بصور الفيديو على فكره يعني بدون تحضير خالص نهائيا، بصور على طول. فاي قلم بيجي قدامي بكتبه، اي قلم بيجي قدامي وبكتبه. لو شفت الفيديوهات اللي قبل كده هتعرفوا ان انا بتكلم بشكل صحيح. اي قلم قدامي هكتبه، لان في ناس معانا في جروب الواتساب، الناس بيعرضوا تمارينهم ما شاء الله اخواتي الا بالله، تمارين ممتازه جدا. وفي ناس تقول لي لا القلم مش مظبوط، القلم مش عارف، لا القلم هيكتب لو انت نويت تكتب صح، لو انت نويت تكتب صح القلم بتاعك هيكتب صح لوحده. بس اهم حاجه تعرف اتجاهات القلم ماشيه ازاي وشكل الحرف عامل ازاي هتكتب. يعني اتجاه القلم ده مش نفس اتجاه القلم ده، او في فرق بسيط، لو عملنا كده هنلاقي فرق بسيط. ممكن نكتب بالقلمين عادي، باي قلم عادي، حتى لو القلم بايظ هتكتب بيه، هتكتب بيه. هو في مثل كده بس لا داعي لذكره يعني. اي حد عاوز يكتب بقلم هيكتب به، تمام. تعالوا الحرف الجيم مع السين. الجيم مع السين بنطلع فوق كده وبنمشي لورا كده، ايه مقدار نقطه ونص زي ما احنا قلنا قبل كده، مش لازم نقول تاني اهو. وبنعمل حركه كده اهي، شايفين الحركه دي هي تمهيد لوصل حرف السين، لوصل حرف السين او حرف الجيم بحرف السين او الشين. من هنا كده اهو عملنا الكاسه بتاعتنا وطلعنا هنا كده، نعمل ايه اهو، نعمل الجزء ده كده. لو جينا نبص لدرجه الميل هنا، الجزء ده نعدله كده اهو، درجة لحظة هي كده ايه كانت عايزة تبوظ مننا. حرف الجيم مع السين لو جينا نبص هنا لدرجة الميل هنلاقيها ايه، هي درجة الميل اللي احنا اتفقنا عليها ايه قبل كده، اللي احنا قلنا عليها دايما وبننادي بيها. الجزء ده انا عايزك تعمله لي كده، والجزء ده عايزك ايه تعمله لي بالسن بتاعك كده. احنا قلنا ان احنا بنشرح بطريقتنا الخاصة، بطريقتنا الخاصة. هنا من جوه حرف السين قلنا ايه، حتى في المفرد قلنا ايه نقطتين اللي هي الكاسه بتاعت حرف ايه السين. طيب ماشي، الجيم مع ده طبعا جيم مع سين او جيم مع شين، بنحط ايه، بنحط النقطتين هنا في المنطقه دي كده. وقلنا في شكل تاني لحرف الشين مش عايزينه او ما بنحبوش. تعالى الحرف الجيم مع الصاد، بتطلع انت من هنا كده وبتعمل نفس اللي عملته فين؟ في حرف السين اهو، وبتيجي توصل حرف الصاد الجزء ده اهو، عايز يبقى فيه هنا دوران، بنوصل حرف الصاد اللي احنا اخدناه في المفردات قبل كده اهو. يا اما بنطلع نعمل الجزء ده، ناخد من اول هنا كده، من اول هنا كده كله الجزء ده حرف كاسة حرف السين وبنعملها هنا، يا اما بنعمل حرف الصاد يعني ده كله اهو اهو زي حرف السين اهو، بدل ما نمشي نطلع لفوق هنا كده نعمل حرف الضاد اهو، ده حرف ايه؟ حرف الضاد. انا على فكره مش شايف الكتابه كويس زي كل مره بقول لكم، برضه انا مش شايف الكتابه بتاعتي، فايه ارجو المعذره يعني. هنا نقطتين اهم جوه، وهنا نقطه ونص او نقطتين بره، نقطة ونص أو نقطتين بره. وجينا نبص هنا برضه هنلاقينا مشينا إيه مقدار نقطتين. شايفين هنا، شايفين السهم هنا يا جماعة بيوضح إيه؟ بيوضح إن في هنا إيه؟ كيرف، وهنا كذلك في إيه؟ كيرف، وهنا كذلك في إيه؟ كيرف. مفيش حاجة في الخط الديواني ماشية إيه؟ عدلة. الديواني يحب إنك إيه تعمل كيرفات، هنا برضه كيرف، كيرف، كيرف هنا، في هنا كيرف دوران. كذلك في هنا كيرف، حتى دي فيها ايه؟ فيها كيرف، الجزء ده هتلاقي فيه كيرف، تمام؟ ده حرف الجيم مع الصاد، لو عملناه صاد يبقى هنعمل، هنيجي عند الجزء ده ونعمل ايه؟ كده لفوق زي ايه؟ زي حرف ايه؟ السين.